احنا غادي نعطي هذه حرشه بالليمون على شكل الكيكه، تجي بحال شكل الكيكه ولكن هي حرشه. عندنا فيها تيا بعثت لك بها في الصوره. شفتها. عندنا جوج ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس سنيده، جوج خمارات، وجوج كيسان ديال الفينو، وجوج ليمونات ماندالين بقشورهم، وعندنا واحد معلقه كبيره ديال الخل. في الخلاط تنديروا داك جوج ليمونات مقطعين طراف بالقشور ديالهم، تنضيفوا ليهم البيض وسنيده وتنطربوهم مزيان، ضروري ما نطربوهم مزيان باش داك القشور وكلشي تطحن. تنضيفوا ليهم داك الكاس ديال الزيت، في اناء تنخلطوا داك جوج خمارات مع داك جوج كيسان ديال الفينو، تنخلطوهم مزيان وتنخوع عليهم الخليط اللي طربنا، وتناخذوا المول تندهنوه بالزبده ونرشوه بالدقيق، وتنخوي هذا الخليط وندخلوه الفران طيب. السيرو باش غادي نسقيوها، تناخذوا ليمونه تكون مغسوله مزيان بالقشور ديالها، وتنقطعوها شرائح بالقشور ديالها، تنديروها في كاسرونه، تنضيفوا لها كاس ديال الماء وكاس ونص ديال السنيده وواحد الساتي ديال الفاني، تنخليه تيختار مزيان وداك الليمون تيتعسل وتيبدا تيعقد لينا. من يطيب هاد الحرشه تنخرجوها وتنسقيوها بهاد السيرو اللي وجدنا، وترشوا هذيك الساعه باي حاجه عندنا، اللوز او كاوكاو او الكوكو، تجي معلكه اختي. فعلا ومزيانه الكوتي، الله يعطيك الصحه.